السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الان في احدى مشاريعنا في مرحلة تركيب الجريلات. طبعا جاري تركيب جريلات اللينير بار جريل. لو نلاحظ هنا ما شاء الله تبارك الله تم تركيب فنيين طبعا في تركيب الجريلات المعتمدة. طبعا الجريلة زي ما احنا شايفينها سنتر البالك هيد بالضبط، وده طبعا مش من فراغ، ده بناء على الكوردينيشن اللي تم في البداية مع المكتب الاستشاري مركز المدينة للاستشارات الهندسية، وايضا هنا جريلة الريتيرن قصادها من الناحية الثانية جريلة السبلاي، وجاري دلوقتي تركيب الجريلة. الجريلة تقريبا 4 متر، فجاية جريلة واحدة متصلة بالكلمبات الخاصة بيها، وزي ما احنا شايفين هنا البلينيوم بوكس تطش مع الجبس مباشرة عشان نحافظ ان الجريلة تكون داخل البلينيوم بوكس وما يكونش فيه اي نسب ريكج او تسريب داخل السقف المستعار. عندنا طبعا في جريلات، هيكون عندنا جريلات داون. هنا بالنسبه للمطبخ تم اعتماد المكيف الكاسيت، وطبعا المكيف الكاسيت بيركب له الكفر الخاص بيه فيما بعد، وايضا فتحه الصيانه المعتمده عشان عمليه سهوله الصيانه والتشغيل فيما بعد. ايضا بيتم تركيب كفر المكيف الكاسيت على اعلى مستوى، فده الكوردينيشن في المراحل الاخيره بيكون في سهوله بشكل جيد جدا في تركيب الجريلات، لانه كل حاجه اتنسقت من البدايه مع الاستشاري ومع مقاول الجبسن بورد ان الجريلات تكون في اماكنها المعتمده. دي من النقاط الجوهريه لمرحله تركيب الجريلات المعتمده.